أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من رادار. حلقتنا اليوم منوعة بين الفعاليات والمعارض. تتابعون اليوم في رادار معرض إيدك لمعدات الأسنان ومعرض الشارقة للتوظيف. واخترنا لكم من فعاليات الأسبوع جديد إطلاقات الإلكترونيات والسيارات، تابعونا. تشهد إمارة دبي طوال الأسبوع إطلاق العديد من الفعاليات، اخترنا لكم منها إطلاق سامسونج المؤسسة الرائدة عالمياً في وسائل الإعلام والتقنيات الرقمية، أحدى التشكيلات منتجاتها للعام 2013، وذلك في المنتدى الإقليمي السنوي الرابع للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أبرز المنتجات نقدمها لكم في هذا التقرير. اليوم سنطلق جهاز سامسونج في منتدى شمال إفريقيا، وهو حدث نقيمه كل سنة في دول مختلفة من شتى أنحاء العالم، وقد اخترنا دبي لإقامة هذا الحدث في هذا العام. نقوم بعرض أنواع عدة من المنتجات التي سنطرحها للعام 2013 على جميع المستويات، مثل التلفزيونات، الهواتف النقالة، الأجهزة المنزلية وتكنولوجيا المعلومات. أما عن أجهزة التلفاز لهذه السنة فلدينا طرح جديد لسنة 2013، والذي نعلن عنه هذه السنة مبكرا، حيث أنه يمثل جميع منتجات الفلكسي، مثل التلفاز ذو الشاشة 85 بوصة عالية الوضوح والF 8000 العالي الجودة. كما أننا نعرض منتج عدة التطور، وهو عبارة عن ترقية لأجهزة التلفاز التي تم شراؤها العام الماضي لتشابه أجهزة هذا العام، ويبقى الضوء مسلطا على شاشة 85 بوصة، أكبر شاشة عالية الوضوح في العالم. يجب على المرء أن يلقي نظرة على شاشة 85 بوصة ليرى وقع التميز فيها، فتصميمها خاص للغاية، نسميه التصميم الأبدي، حيث أن الشاشة تبدو كأنها تعوم في الهواء. كما أن شاشة 85 بوصة رفيعة للغاية بوضوح يبلغ 4 أضعاف الأجهزة HD المتطورة. ومن المشوق أيضاً أنه يحتوي على سماعات صوتية تنتج 120 واط، وهي 6 أضعاف أي تلفاز عادي. إضافة إلى ذلك فهو يحتوي على الأنظمة الذكية الأساسية في أجهزة سامسونج. كما ويحتوي هذا التلفاز على معالج رباعي القوة، مما ينتج الصورة ذات الجودة العالية. بالتأكيد تعتبر دبي مركزاً للتجارة في الشرق الأوسط، حيث أنها تضم نسيجاً سكانياً متنوع لديه الدهاء التكنولوجي، كما أن شبكة الإنترنت السريعة المتوفرة والأنظمة الذكية المستخدمة تضيف قرباً وترابطاً لدبي. لذا الموقع والحكومة والسكان والعقلية، كل هذه أمور تمثل الأسباب الإيجابية لاختيارنا دبي كموقع لحدثنا هذا العام. من جهة أخرى، أطلقت مؤسسة جمع الماجد الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الإمارات رسمياً سيارة سنتينيال الجديدة في إمارة دبي. خلال حدث استقطب أنظار كافة الحاضرين ترقباً للحظة التي تم خلالها كشف النقاب عن واحدة من السيارات الفخمة. اليوم احنا اطلاقة جديدة لسيارة اللكجري سنتينيال، واليوم عزمنا الصحافة، طلعنا على الياس لينك على اساس نجرب السيارة يسوقوها بالتست درايف بالياس لينك مارينا، ورجعنا هون اليوم على اساس نعمل الاطلاقة الرسمية لسيارة السنتينيال. السنتينيال القديمة أصلاً كانت مميزة، بس طبعاً شركة هيونداي دائماً بتحاول إنها تطور من الكفاءة بالبرفورمانس تحديداً للسيارة. اليوم أضافت شركة هيونداي أحد أفضل المحركات الموجودة في العالم،
لأنه في النهاية السيارة اللكجري لازم تكون البرفورمانس تبعتها سريعة، عندها القوة، عندها المتانة، فهذه هذا كان أهم إضافة لها. بالإضافات الأخرى كمان بالتكنولوجيا، هلأ الكلاستر is all digital، السمارت كروز كنترول تم إضافته، warnings على السايد ميرورز للسيارة تم إضافتها، فهلأ في عندنا كمان على الويندشيلد في السرعة بتطلع على الويندشيلد، فتم إضافة تكنولوجيا كتيرة. بالإضافة إلى أنه صار عندنا هلأ إحنا الإضافة للنافيجيشن، هلأ في كنترول كمان على أساس تقدر تتحكم في كل المزايا اللي موجودة التكنولوجية اللي موجودة بالسيارة. الإضافات الخلفية للمقاعد الخلفية كمان هلأ في سكرينز وبتقدر تتفرج على الفيديو، بالإضافة إلى في مساج بالرير كونسل، فول كنترول بالرير كونسل، فأنت بتقدر تستمتع في سواقتها وتستمتع في الركوب بالخلف. مين أكتر ناس الفئة اللي إحنا بنستهدفهم للسنتينيال؟ وأنا بصراحة بعتقد إنه فئة رجال الأعمال الأذكياء هي فئة السنتينيال، والسبب في ذلك إنه أنت الآن بتقدر تحصل كل مزايا اللكجري اللي موجودة في السيارات الأخرى، ولكن بأسعار معقولة ومنطقية. أنت الآن بتدفع للتكنولوجيا وليس فقط للبراند. فأنت الآن بتركب السيارة، لو أشيل أنا علامات الهونداي اللي فيها بتقول السيارة هذه من ناحية التقنية والتكنولوجيا والبرفورمانس من أفضل السيارات الموجودة في السوق. مع الإطلاق الجديد لسه ما نزلنا الأسعار، بس بتوقع راح تكون تقريبا يعني بالدرهم الإماراتي بجوز 10% زيادة عن السعر القديم اللي كان هو 265,000 درهم. بس لسه في عم ندرس مع شركة هونداي على أساس الأسعار الجديدة، وإن شاء الله راح تكون مناسبة جدا. أصلا السعر هو مناسب بالنسبة للمزايا اللي الكونسومر عم بياخدها من السيارة. كشفت دار معوض للمجوهرات في دبي عن أول مجموعاتها من الساعات الفاخرة التي تحمل توقيع الدار. عم ننزل اليوم 2 كولكشنز جديد، واحدة اسمها جراند إليبس رجالية اللي لبس أنا إيدي هلأ، وفي عنا واحدة نسائية اسمها لجريف، هي 2 كولكشنز أول السنة هلأ عم ننزلون، وحنستمر بالمستقبل لننزل كولكشنز جديدة. حضر حفل الإطلاق مجموعة من الصحفيين والإعلاميين في دولة الإمارات، وأيضاً الشركاء المؤتمنون على العلامة التجارية فراد وألان وباسكال معوض. كما حضر حفل الإطلاق عمر دانيال بطل العالم في سباقات الزوارق السريعة لأربع مرات، وقائد فريق معوض المشارك في منافسات سباقات إكسكات الشرق الأوسط للزوارق السريعة. جراند إليبس الرجالية شكلها أوفال، يعني very identifiable لشركة معوض. عندنا كذا ليفل بالساعة، عندنا ستينلس ستيل، عندنا سبورتس فيرجن هي يعني للسبور، عندنا الرويال هي بتكون للشخص بيلبس مثلا طقم، وفي سبور فيل بين السبور وبين الرويال، وللنساء في شيء اسمه الجريف. الجريف يعني بتكون ساعة very affordable، أسعارها من 15,000 درهم وطلوع، وعندها كذا لون، في ابيض، في اسود، في روز، وكمان الاحجار كمان مختلفه من الميز لسفير لغير احجار كريمه.
فاصل أول مكملين حلقتنا المنوعة من رادار، وتتابعونا بعد الفاصل جولة في مؤتمر ومعرض طب الأسنان إيديك 2013. تابعونا. أهلا بكم من جديد. استضافت إمارة دبي مؤخرا مؤتمر ومعرض إيديك لطب الأسنان، الحدث الثالث عالميا المتخصص في طب الأسنان، والذي يمثل فرصة لكافة أطباء الأسنان وصناع القرار في القطاعين العام والخاص لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من خلال المعرض. نظرات سريعة على الحدث ومن بعدها التفاصيل. قام معرض إيديك دبي بعرض آخر الابتكارات والتقنيات العلمية المميزة في قطاع طب الأسنان، حيث يمثل المعرض فرصة لأطباء الأسنان وصناع القرار في القطاعين العام والخاص لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من الأجهزة والمعدات التي تعرضها كبرى الشركات العالمية. وصل عدد الأجنحة المشاركة في إيديك لهذا العام إلى 17 جناحاً، فقد ضم المعرض أجنحة متخصصة لكل من البرازيل والصين وفنلندا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة للعديد من الدول الأوروبية والعربية. هذا واستقطب الحدث أكثر من 30 ألف طبيب مشارك وزائر جاءوا من أكثر من 130 دولة، وذلك بمشاركة أكثر من 1000 شريك من 70 دولة. وضم إيديك دبي 2013 عددا من الفعاليات العلمية المكثفة، أهمها المؤتمر الوقائي لطب الأسنان لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي وملتقى دبي العالمي لطب الأسنان، بالإضافة لورشات عمل ودورات تخصصية ومسابقة لأفضل الملصقات بمجال طب الأسنان. ومن الفعاليات البارزة كذلك الدورة الرابعة من المسابقة الطلابية واجتماع الاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، وأخيرا جوائز إيديك دبي. الإقبال الكبير على المشاركة بالمعارض الصحية والطبية في دبي يعزز المكانة العالمية التي تحظى بها الإمارة كمركز إقليمي لكافة الشركات العالمية، والتي تتطلع لتسويق وترويج منتجاتها من دبي إلى مختلف دول المنطقة. التقينا اللجنة المنظمة لمعرض إيديك وأطلعتنا على مميزات وجديد دورة هذا العام، لنتابع. معرض إيديك دبي طبعا معرض طب الأسنان العربي، مؤتمر الإمارات الدولي طب الأسنان، يقام في الدورة 17 هذه السنة في مدينة دبي، ويعتبر من أكبر المعارض في هذا المجال على مستوى العالم. الآن حزنا على المركز الثالث من حيث الحجم بعد معرض ألمانيا ومعرض نيويورك من حيث المشاركات الدولية في المعرض. المعرض على مساحة 35 ألف متر مربع، عندنا تقريبا 1000 شركة مشاركة في المعرض بنسبة 10% زيادة عن السنة اللي طافت. أكبر الشركات العالمية موجودة معنا في المعرض مثل سيرونا، كابو، فاتيك، جونسون أند جونسون، يونيليفر، وإضافة إلى هذا هناك 17 جناح دولي من مختلف دول العالم، الولايات المتحدة، ألمانيا، كوريا، اليابان، الصين، المملكة المتحدة. معرض إيديك دائما لأنشطة جديدة تضاف إليه كل سنة، والسنة عندنا الملتقى العالمي العلمي لطب الأسنان اللي يشارك فيه أكثر من 60 دولة كأعضاء. إضافة إلى هذا عندنا اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون، يجتمعون في خلال هذا المعرض ويقررون السياسات الصحية التي تخص طب الأسنان، إضافة إلى اعترافات جديدة دولية للمعرض من جهات علمية مختلفة من دول العالم. المعرض هو يستقبل عدد كبير من أطباء الأسنان والمهتمين في مجال طب الأسنان، سواء كانوا نيرسز أو دنتال أسيستنس أو طلاب. إضافة إلى هذا يستقطب العديد من التجار، لأن هذا معرض تجاري،
فيستقطب التجار من المنطقة كلها. تعرف أنت دبي تخدم مساحة جغرافية فيها تقريبا 2 مليار نسمة، إذا نأخذ الشرق الأوسط والهند وباكستان ودول الاتحاد السوفيتي وأفريقيا. يعني عدد التجار اللي يجون يشاركون في المعرض كبير من مختلف دول العالم. قدم المعرض العديد من التقنيات الجديدة في مجال طب الأسنان، لعل أبرزها استخدام تقنية الـ 3D في الكشف عن الأسنان ومعالجتها. شو قصة الـ 3D؟ منتابعه بهالتقرير. نحن أكبر شركة بأوروبا مختصة بتصنيع أجهزة الأسنان. نحن مختصين بس بالأجهزة، سواء كراسي أسنان أو كأجهزة أشعة أو أجهزة تعقيم. اليوم نحن عاملين لونشينج هون لأول مرة على مستوى عالمي للجهاز اللي موجود هون، اللي هو جهاز كومبيم 3D. هذا عبارة عن سكانر بيعمل ريكونستراكشن بال 3D لفك الأسنان كلياته للدنتيجن. هذا بيفيد مشان الجراحة، مشان الزراعة، مشان أعمال معينة، بس ممكن يعطي قفزة نوعية للبريباريشن لتحضير شو اسمه الجراحة، وهي لطب الأسنان. حسناته طبعا انه انت تقدر تتطلع بداخل فك المريض، تقدر تشوفه من جوا، تقدر تشوفه بشكل 3D. بيعطي دقة، بيعطي للطبيب انه البوسيبيليتي يكون عنده دقة عالية جدا. عارف كيف؟ انه يقدر يحدد شغله ويقدر يشوف منطقة العصب وينها، يقدر ما يصير في خربطة. فهي بتساعده جدا، بتعطيه يعني هذا انسترومنت جدا مهم بالنسبه له. من الجهه الثانيه اذا بدك تقول شو الديز ادفانتج، السعر تبعها، لانه هي مكانات غاليه كثير، فمعناته كلفه اللي راح تيجي على المريض راح تكون اعلى، بس بالمقابل راح يكون عنده كواليتي اعلى وضمان اكثر لشو اسمه لصحته. يعني السنه هي سنه مميزه لنا، لانه جايين من سنه السنة الماضية المبيعات فيها ازدادت بشكل ملحوظ بمنطقة الشرق الأوسط كلياتها. وهالمعرض هذا بيعطينا بلس مهم جدا، لأنه بتجمع فيه تقريبا كل الوكلاء اللي عنا ياهن وكل الكونتاكس تبعنا بكل المنطقة، هي بيجوا من تركيا ومن أفريقيا كمان. فاصل مكملين حلقتنا من عالم معدات الأسنان، وتتابعونا بعد الفاصل. غير ابتسامتك في ساعة واحدة بعد الفاصل. أهلا بكم. الابتسامة النموذجية أو الهوليوود سمايل سيطرت على معظم الناس ولم تعد حكرا على النجوم، فجندت الكثير من المؤسسات إمكاناتها لابتكار ما يجعل أسناننا بأبهى حلة وفي أقل وقت ممكن. نحن كشركة المزروعي، نحن شركة مختصة بالدنتال ماتيريالز والكيميكال سبلايز، صرنا بالسوق حوالي 30 سنة. شركة لها اسم يعني معروفة بالسوق بالميديكال والكيميكال سبلايز. نختص نتعامل بكتير شغلات، دنتال ماتيريالز، الكيميكالز العلاقة بالفارماسيتيكال ستاف، وكمان دنتال تشيرز. بالنسبة لمشاركتنا بمعرض أدك، طبعاً مثل ما حضرتك تعرف معرض أدك هو الأكبر بالمنطقة ومن أهم المؤتمرات اللي بتصير بهالمنطقة بالشرق الأوسط شمال أفريقيا. نحن هلأ مشاركتنا مثل العادة، نحن دائماً ندخل ببرودكت كتير مهمة. السنة نحن عملنا إضافة جديدة على البرودكت تبعنا، أخدين في عنا دنتال شير جديد بيلبي متطلبات الخليج بشكل عام والشرق الأوسط بشكل عام، إضافة لمنتج تجميلي جديد اسمه هو العدسات السنية اللاصقة. اللونشينج تبعه كان مبارح لأول مرة بالشرق الأوسط شمال أفريقيا. هو أكشلي هو نيو برودكت، يعني تم اللونشينج تبعه بديسمبر الماضي بأوروبا وجبناه نحن فورا لهون. نحن هلأ أخذين وكالته تقريبا بالخليج والشرق الأوسط. في عنا نحن وكلاء لجلام سمايل، هي معروفة الابتسامة الأفضل أو الهوليوود سمايل معروفة، بس هي جلام سمايل
هي عدسات أسنان لاصقة بالغة الرقة، ما بتحتاج تحضير أو تبرد شيء من السن. السنة شركة جلام سمايل نفسها عاملة برودكت جديد، prefabricated veneers، يعني عدسات الأسنان المصنعة مسبقاً، اللي هي بتكون موجودة عند الطبيب والطبيب بيقوم بإلصاقها دون الحاجة لإرسالها للمخبري وتصنيعها، تأخذ وقت تلبية لمتطلبات المريض المتزايدة، اللي هو المرضى صار هلأ بده شيء اسمه الكونسبت تبع single visit make over أو التغيير الجذري خلال جلسة واحدة. هاي العدسات مصنوعة من أحسن مواد السيراميك الموجودة بالسوق حالياً، والثكنس تبعها كتير رقيقة 0.3 ل 0.5 ميلي، فهي بتلبي المتطلبات المتزايدة للتجميل بتعرف يعني. بالنسبة للجلام سمايل نحن تارجتينج، طبعا هي تارجتينج everyone can take it، بس أي حدا بيقدر ياخدها، بس نحن تارجتينج VIPs. يعني بالنسبة هي الجلام سمايل نوعا ما هي براند، يعني فيك تقول هي براند كبير بمجال طب الأسنان، مو الجميع بيقدر يتكلف التكلفة الكبيرة لها، فنحن تارجتينج الناس المهمين، الممثلين، الفنانين، المغنيين، الأشخاص المهمة بالمجتمع، السياسيين. نحن عملنا لكتير من المغنيين، عملنا لكتير سياسيين، يعني ما بدي أذكر أسماء بجوز ما بيحبوا ينذكر اسمهم، بس هن الناس معروفين وموجودين على الشاشة يعني، وهن أساساً عندهم جلام سمايل. في تقريرنا السابق تعرفنا على ابتسامة مثالية عبر عدسات الأسنان اللاصقة، أما الآن فسنتعرف على تقنية جديدة تغير ابتسامتك في أقل من ساعة، وبالمناسبة الرجال ينافسون النساء على هذه التقنية. نحن متخصصين في تجميل الأسنان في الكوزمتكس، في كل شيء على تغيير الشكل والابتسامة في أقل من ساعة، أوكي؟ ونقدر نعمل كمان بما يسمى بهوليوود سمايل في خلال 5 أيام، يكون عندك ابتسامة جميلة وتغيير كامل. وكمان نحن كمان متخصصين في تبييض الأسنان، في عنا بالعيادة عنا 5 غرف لتبييض الأسنان، بتقعد في كرسي للمساج وانت بتعمل تبييض الأسنان، وخلال ساعة بتقدر تنزل في 14 درجة أقل من اللون الأصلي للأسنان. هذه المشاركة الثانية في معرض أديك، نحن الموزعين الحصريين للمنتج التبييض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمنتج الحلو فيه انه كله مصنوع من مواد طبيعيه ما فيها مواد حافظه، فبكون سيف على الاسنان وما بيعمل حساسيه زي السيستمز الموجوده في الماركت هلا. الحلو فيه انه كمان ما بحتاج الى كرسي طبيب الاسنان حتى يعمل البروسيجر، تقدر خلال ساعه واحده تنزل خلال 14 درجه من اللون الاصلي للاسنان، وكمان ما بيعمل حساسيه للاسنان، فهذا الحلو في هذا المنتج. عندنا كل المنتجات المتعلقة للحفاظ على لون الأسنان بعد ما تنعمل تبييض الأسنان في العيادة. فعندنا ألم سهل الاستعمال، يستعمل مرة أو مرتين بالأسبوع قبل النوم، بنحط طبقة خفيفة على السن وهذا بحافظ ببيض وبحافظ على لون الأسنان. وعندنا كمان منتج ثاني اللي بتقدر تستعمله مرة بالشهر، اوكي، وهذا بتحط زي كانه تري على الاسنان وبيبيض هذا تقريبا 4 إلى 6 درجات من اللون الاصلي للحفاظ على لون الاسنان بعد التبييض. هلا الرجال صار التجميل عندهم يعني شغله اساسيه في حياتهم، والحلو فيها انه سهلنا نحن الموضوع التجميل للرجال كمان، فصاروا يحبوا، الاقبال صار ازداد كثير خلال الفتره الاونه على اساس انه ياخذوا هالهوليوود سمايل والابتسامه الجميله، لانه معروف هذا خلال الدراسات انه اول شغله الواحد بتطلع عليها لما يشوف الشخص هو الابتسامه تبعته والاسنان، فهذه اول شغله ملفته للانتباه خلال الدراسات، والاقبال الشباب ما شاء الله عليه ازداد خلال كثير هالايام. كما ذكرنا في حلقتنا، نجح المعرض في تقديم العديد من التقنيات الحديثة لخدمة مجال طب الأسنان. شركة نوبل قدمت جديدها في هذا التقرير.
شركة نوبل مختصة بأمور زراعات سنية اللي هي الإمبلانت والبروستو دانتس تبعها. أوكي، وهلأ جايبين كذا موضوع جديد على المعرض لهون لأهمية المعرض بالمنطقة بشكل عام. أحدث شيء نزل معنا هون اللي هو جهاز الكات كام، اللي هو عبارة عن عمل جميع التعويضات السنية عن طريق الكمبيوتر. نحن بنقوم بس بموضوع سكان للشيء المطلوب، وبعد هيك في نظام خاص أو نظام برمجي خاص بنقوم بتصميم الشكل المطلوب، وبعد هيك بنرسله للمشين اللي هي موجودة هون معنا، وهي المشين بتقوم بحفره أو فينا نسميه ميلينج مشان تعمل نموذج مطلوب، وتكون دقة عالية جدا. طبعا مستحيل تاخذها بالمانوال هاند او التكنيك العادي التكنيك التقليدي، تقدر تحكي هون عن مايكرونز، فمستحيل تقدر تحصل عليه بالتكنيك التقليدي. مع هذا التقرير نصل لختام جولتنا في مؤتمر ومعرض إيدك لطب الأسنان 2013. بعد الفاصل جولة في معرض الشارقة للتوظيف، كونوا معنا ربما تجدون الشاغر المناسب. أهلا بكم في القسم الأخير من حلقتنا، واللي خصصناها للراغبين من مواطني دولة الإمارات في الحصول على وظائف مناسبة. أولاً سنأخذكم في جولة في مركز إكسبو الشارقة لنتعرف على أهم المؤسسات المشاركة، ومن بعدها التفاصيل. الحدث هذا أنا أعتبره من أهم المعارض اللي موجودة هنا في مركز إكسبو الشارقة، وهذا المعرض يعني اندل على اهتمام صاحب سمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة باهتمام لأبناء اللي يدورون على وظائف، وهذا هو المعرض الدورة الخمسة عشر اللي يقام في إكسبو الشارقة سنويا. ومتزامنا المعرض هذا في معرض التعليم الدولي معه، أنت عارف المعرض هذا أهم شيء للمواطنين للتوطين للمواطنين الدولة. نحن الموجود عندنا هنا في المنصة هذه أو في القاعة هذه عندنا غرفة تجارة مشاركة، عندنا وزارة الصحة، عندنا بالبريد، عندنا القوات المسلحة اللي هي البحرية والجوية، عندنا لأول مرة تشارك عندنا اللي هي من شرطة أبوظبي، يعني اللي يقدمون خدمات الطريق هذه، وايد شركات مشاركة معنا يعني من غير البنوك، بنك الشارقة، أبوظبي الوطني، دبي التجاري، دبي الإسلامي، كلهم مشاركين. بخصوص التوطين نحن بالعكس نشوف كل ما يجي سنة كل ما يكون أفضل عن سنة، يعني حتى الإحصائيات أخونا جمال جسمي اللي هو مدير عام المصارف تكلم أمس بتصريحات عند للصحفيين إن النسبة تزيد كل ما جت سنة كل ما تزيد أكثر، وخاصة بتوجيهات سمو رئيس الدولة اللي هي أبشر، اللي هي مبادرة أبشر، يعني ما شاء الله زيادة وزيادة التوطين. نحن من خلال المعرض هذا نقدم لهم إن بدأ ما يروحون ويتعبون نفسهم يدورون الدوائر الحكومية ويروحون كل مكان، هني مقر واحد يضم كل منصة واحدة تضم كل الدوائر الحكومية والخاصة، عندك البنوك مشاركة، هيئة التأمين مشاركة، الموارد البشرية عندهم ستاند موجود هني لتقديم أوراقهم أو سيفيات مالهم. أتمنى إن شاء الله في المستقبل إذا كان إحنا قاعتين عندنا المرة هذه نتمنى يكون 4 قاعات، نتمنى الشركات أو الدوائر الحكومية اللي ما شاركت المرة هذه تشارك في السنة الجاية إن شاء الله. حصد
هذا المعرض كما رأيتم العديد من المشاركات من كبرى المؤسسات الإماراتية سواء الحكومية أو الخاصة. اخترنا لكم اتصالات التي ساهمت من خلال مبادرة أبشر في مساعدة الكثير من الشباب الطموح للحصول على فرصة العمل المناسبة. اتصالات طبعا من أكبر المؤسسات ومؤسسة عريقة طبعا في الإمارات، والآن تعمل في 15 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. طبعا كقيمة سوقية هي من أكبر الشركات، إذا ما كانت أكبر شركة على حسب القيمة السوقية، وكذلك من حيث عدد المشتركين في الإمارات وفي كل العمليات خارج الإمارات. سمة من سمات المؤسسة الحرص على المشاركة في جميع معارض التوظيف. وطبعا كانت بكورة المعارض من شهر تقريبا اللي هو كانت في أبوظبي، وبنستمر في المعارض الجاية في رأس الخيمة والفجيرة ودبي. اليوم في الدورة 15 طبعا من المعرض في الشارجة، وطبعا مثل ما ملاحظين معرض جناح مميز، ونحن نستقطب إن شاء الله اليوم النخبة صراحة من المتميزين من الخريجين والباحثين العمل إجمالا. وعدد ما شاء الله الطلبات اللي جاتنا أمس كبيرة، ومتوقعين اليوم بعد وبكرة الطلبات تكون أكثر وأكثر. مبادرة أبشر هذه طبعا من المبادرات الحكومية، هي من ضمن مبادرة رئيس الدولة الله يحفظه في تمكين المواطن. وهذه المبادرة طبعا نحن كنا من المشاركين في تدشين المبادرة اللي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد وزير شؤون الرئاسة. واتصالات كانت من الجهات اللي كرمت في تدشين المبادرة، لأن احنا مشاركين فعالية ومشاركاتنا ما تستمر للسنين الجاية، واستقطبنا موظفين يعني موجودين في المؤسسة العام، وخلال السنوات الجاية طبعا في مذكرة تفاهم وقعت وزارة شؤون الرئاسة، وعلى ضوءها بيتم استقطاب عدد من الاستقطاب وتدريب وتوظيف. طبعا في جانب مهم نحن نركز على موضوع التدريب والتأهيل. طبعا التوظيف هذا جانب مهم، الاستقطاب طبعا بحكم انه مؤسسة يعني كبيرة بحجم اتصالات، يعني عندنا أكاديمية اتصالات اللي هي أكاديمية كبيرة افتتحت طبعا سنة 2000، وهذه الأكاديمية صرح تفخر به مو بس اتصالات الدولة ككل، وحتى ممكن ندعوكم يعني لزيارة الأكاديمية وكم تشوفونها. فنحرص على التدريب داخل الأكاديمية وغير التدريب في المعاهد المرموقة في البلاد والمعاهد الدولية والبعثات اللي برا. وكذلك نحن طبعا بحكم نشتغل في 15 دولة عندنا عدد كبير من القيادات الوطنية اللي يديرون المؤسسات اللي هي استثماراتنا الخارجية من في جميع المناصب القيادية. على حسب الموازنات الموضوعة نحن اليوم نستهدف بعض الوظائف الإدارية والفنية. طبعا مؤسسة مثل اتصالات طبعا أكيد عندنا أقسام هندسية وإدارية من تسويق ومبيعات والعمليات الموجودة، فاليوم نحن نستقطب في المجالات الفنية وكذلك الإدارية في المبيعات والتسويق تركيزنا يعني، وكذلك المجالات الفنية. مؤسسة مثل مؤسسة الإمارات للاتصالات يعني مؤسسة حريصة على الاستثمار في العنصر المواطن، ومعظم القيادات اللي في المؤسسة بدأوا صراحة من أول سلم وظيفي وترقوا ليه ما وصلوا إلى أعلى الدرجات، ومن ضمنهم العبد الفقير. فهو هذه استراتيجية موضوعة من السنين المؤسسة تستثمر، ومثل ما ذكرت يعني ولا أدل عن ذلك وجود رأس الهرم، وكذلك في الاستثمارات الخارجية لو ما تم تأهيلهم وتدريبهم ما كانوا بيقدرون يديرون مؤسسات في دول ثانية. فهذا أكبر دليل على حرص المؤسسة على الاستثمار في العنصر المواطن يعني، وهذا واجب طبعا واجب للمؤسسة ما في شك. ندعو جميع الخريجين المتميزين في المجالات اللي ذكرتها الفنية ومجالات التسويق والمبيعات لزيارة معرضنا، والتقديم سهل جدا، يدخلون عن طريق الموقع، عندنا أجهزة محمول موجودة يدخلون، واللي هو موقع التقديم الطلبات اتصالات -careers.ae، والخطوات سهلة مثل ما ملاحظين يقدمون. وكذلك طبعا هو أفضل حاجة التقديم عن طريق الموقع لأن تتخزن في قاعدة البيانات وممكن الرجوع لها،
وكذلك نستخدم الطلبات اللي هي الورقية يعني السي في، لكن الأفضل طبعا عن طريق السيستم. وطبعا يقدر الواحد يقدم من أي مكان يعني، لكن احنا ندعوهم هني للتعرف على الفرص الموجودة وان يفهمون بالضبط الامتيازات والأمور الثانية يعني. احتلت البنوك أكبر المساحات في المعرض، وعرضت الجهات المسؤولة عن التوظيف المؤهلات العلمية المطلوبة وسنين الخبرة والفئات العمرية. نتعرف على إحدى المشاركات البنكية في هذا التقرير. بنك أبو ظبي التجاري يعتبر من البنوك الكبيرة الوطنية اللي موجودة في الدولة، يعتبر تقريبا ثاني أكبر بنك في أبو ظبي والإمارات، مجموعة فروع تقريبا في حوالي 45 أو 46 فرع موجود في الإمارات، وغير الانترناشنال برانشز. بنك أبو ظبي التجاري يحرص دائما على مشاركاته في المعارض، في معارض التوظيف، حرصا منه على مساهمته في توظيف المواطنين وتوظيف الباحثين عن العمل، ونضم الخبرات أو الناس التالنتد للبنك. احنا اكثر ما يميزنا البراند. بنك أبو ظبي التجاري تعبنا احنا كثير على ان احنا نعمل للبنك اسم بنك أبو ظبي التجاري، فهذا البراند نفسه ممكن انه يجذب الناس للشغل عندنا. بنك أبو ظبي التجاري يستهدف الناس خريجين اللي هم اللي يعتبرون فريش جراجويت، او الناس اللي مع اكسبيرينس اللي عندهم خبرات سابقه في العمل، كلهم ممكن انهم يتقدمون للبنك في ابلكيشنز معينه لازم انهم يعبونها، وراح يتم التواصل معاهم عن طريق دائره الموارد البشريه. الشباب المواطنين اللي حابين انهم يقدمون وما لحقوا انهم يقدمون عندنا في الكارير فير، ممكن انهم يبعثون الايميلات على الايميل ادرس uae@adcb.com، واحنا ممكن احنا نستقبل السي فيز. وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم من رادار، والتي تناولنا من خلالها سلسله من الفعاليات والمعارض العربيه. لقاؤنا يتجدد الاسبوع المقبل وفعاليات جديده. شكرا لكل من تابعنا، الى اللقاء في الاسبوع القادم.